Okay. احنا عملنا في وقت ضغط على اساس ان الطلاب على الطلاب حتى يدخلون ويسمعون، لكن معظم الطلاب هذا شوف، ما بس في محاضرتي، في كثير من المحاضرات ما يجون لا يحضرون لا يسمعون، قسم انهم يخلون الموبايل مثل مفتوحة على اساس انهم حاضرين وما يسجلون بس، او على اساس انهم هي محاضرين وهذا هو. هذا ما من صالح الطالب يعني. على كل حنبدي ان شاء الله على بركة الله. عندكم كان الزيت تيست، رابط الحضور عين يسجلون بين واحد مين يظهر عندكم مباشرة، رابط الحضور يسجلون يعني فترة محددة فور غياب. هنبدي إن شاء الله ناخذ اللي أخذناه الزيت تيست وأنواع الأربعة في المحاضرة السابقة. question number one، يعني هوني أحتاج من عندكم عن الحاسبات حتى معي، إذا نحتاج شغلة نحسبها حاسبات معاكم حتى تردوا لي النتائج مالتها ونشتغل على يعني سوا. طيب the mean level of proton beam in the general population، نقف من هو الفاريبل هوني عندي، ايش الفاريبل اوف بروتون بي الان يطلب من عندي او يعطيني معلومه المين لهذا الليفل لمن ان ذا جنرال معلومه اعطاني هي المين الخاص بالجنرال بوبيليشن حسب مينو بميو، فميو ايش يساوي لي؟ يساوي لي 20 ملي جرام بير 100 مل. طيب ها وذ ستاندرد ديفيشن، لازلنا كنا نحكي احنا على البوبيليشن، يعني لازلنا كنا عن معلومه تعطيني هي خاصه للجنرال بوبيليشن، اذا وذ ستاندرد ديفيشن 5 من جرام بير 100 مل. هذا ايش يمثل لي؟ حيمثل لي سيجما، يعني تمام هو ستاندرد ديفيشن لكن ما للسامبل، هذا ما يمثل لي الاس، يمثل لي سيجما. طيب a sample of 49 patients، نقف هذا ايش مثلنا؟ هذا حيمثل لنا يمثل لنا السامبل سايز اللي هو حيكون n، سامبل سايز هو 49 n patients فيتامين كي ديفيشنسي has a mean proton beam level، لان المعلومه اعطانا اياها هذه خاصه بالسامبل، يعني بدا بالسامبل هون هاي خاصه بالسامبل، هاي حتمثل لنا اكس بار، وبينما ال 20 تمثل لنا الميو. طيب هذه هي كل المعلومات اللي اعطانا هي بالسؤال، والان المطلوب whether the mean proton beam level for the patients with vitamin K deficiency is different from that of the general population. إذا أول معلومة آخرة من هاي من هذا مطلوب السؤال test whether، يعني من بعد هذه حشكل لي هون يفتح قوس هوني إلى النهاية من the mean proton نهاية، هذا يمثل لي هدف السؤال أو المطلوب من السؤال، واللي هو يمثل لي ال edge 1 أن احنا ضعنا في ال edge 1 والاي نفسه هو هذا لكن بالضبط عكسه المكمل للايدج 1. طيب اذا الايدج نوت ايش حتقول؟ ذا مين بروتون نوت اللي قاعد نحكي عليها اللي احنا ما نريدها لنضعها حتى نرفضها. ذا مين بروتون بين ليفل فور ذا بيشنت ويز فيتامين كي ديفيشنسي از نوت ديفر، حط هون نوت عكسها far from that of the general population while age 1 say that the mean proton beam level for the patient with vitamin K deficiency are تمام from that of the general population. حتى نبدي بالسؤال اول معلومه شيء راح اعمله انا بعدين ناخذ الجزء الثاني منه ارجع عليه بعدين. حتى نجي للسؤال نشوف ما يلي. اول شيء نعمل ما يسمى بيانات، لوحه البيانات ايش بيها؟ تتضمن كل المعلومات اللي اعطانا اياها بالسؤال. اذا اعطانا السؤال ال N 49 patients، اعطانا السوم اللي هي كانت 20 ملي جرام بير 100 مل، اعطانا ايضا السيجما اللي هي كانت 3.5 ايضا ملي جرام، واعطانا السامبل من اعطانا سامبل كان المين اللي هو يمثل 18 ونص. طيب من هاي المعلومات انا مباشره حختار نوع التيست، يعني حتى
قريت هذا السؤال، جاني بالامتحان هذا السؤال، ما اعرف نوع التيست اللي حاشتغل عينه. بس الان اخذته بالزيت 4 انواع. طيب اي نوع من هذول الاربعه؟ بعدين راح اخذ تي، عندي 4، هسه عندي 8 انواع، وبعدين راح ناخذ الكايس كبير وغاها انواع. طيب اي نوع من السؤال، اي نوع من التيست اللي حاشتغل انا عينه؟ واحد بالارقام هون يعني، عندي شوف شو رمزتها، هذا الترميز اللي انا عندي هو اللي راح يدلني على التيست. طيب اول شيء لاحظ السيجما، اذا كانت نون شوف السؤال بين نون، اذا اول شيء راح الزيت تيست، اذا واحد، هذا واحد نشتغل على ايش؟ ما يسمى بالزيت تيست. طيب واحد الاحظ الان، كم اين انا عندي بالسؤال؟ 1 سامبل اور 2 سامبل اور 3، ايش قد عندي؟ كم سامبل هون عندي السؤال؟ سامبل واحد، ان وحدي اللي هي 49 patients. طيب شكرا. وعندي السؤال هاي النقطه الثانيه، اذا زد تيست كونسرنينج 1، هذه 1 يعني 1 ان اقصد بها. طيب وايضا اعطاني السؤال كان يسالني على شيء اسمه، يعني عندي بروثرومبين ليفل هو مين، هو مين يعني مقاس، فاذا هو مين، فهو يسالني عن مين، فاصبح عندي زد تيست كونسرنينج 1 مين. شو نحن نلقي نوع التيست من خلال المعلومات اللي اعطانا هي. طيب هاي المعلومات الان حطيتوها واخترت نوع التيست مالتي اللي هو كان نوع التيست مالتي زد تيست كونسرنينج 1 مين. نرجع الان نشوف ما حقنا شروط، نعم هو نورمال ديستريبيوشن، وعندي ايش؟ لارج سامبل، وعندي ان مور 30، وعندي كوانتيتيف داتا اللي حكينا بالسابقة عليه. حنزل نقول التيست مالتي هو زد تيست كونسرنينج 1 مين. ستيبس اللي بعدها اضع الهايبوثيسيس، والهايبوثيسيس اخذتوها من صيغة السؤال قلنا وضعتوها. ايش وضعتوها؟ وضعتوها الهايبوثيسيس اللي هي اعطاني صيغة السؤال حطيتوها بالايدج 1. اذا الايدج 1 ذا مين بروتومبين ليفل ايش؟ از ديفار فروم ذات اوف ذا جنرال بوبيليشن. بينما العكس ما كان حضعه انا ايش؟ حضعه بالايدج نوت، والايدج مين بروتومبين ليفل للسامبل اللي انا عندي هو نوت ديفار فروم ذات اوف ذا جنرال بوبيليشن. احنا ذكرنا الايدج نوت والايدج 1 تكتب بطريقتين تعبيريه، وشكل الرموز هاي تعبيريه، هي هو هدف السؤال اللي انا عندي او معلومه السؤال اللي وضعتها هوني، لكن هاي المعلومه ما اقدر انا اوظفها بالتيست الا بعد ما احولها الى شكل سمبلز رموز. زين من يقول ذا مين بروترومبين ليفل، تمام؟ اذا هون احنا قلنا الهايبوثيسيس متعلق بالباراميتر وما لها اي علاقه بايش؟ بالسامبل، يعني هذا المين واحد، هذا المين الاول احنا نحكي عنه، هذا المين للسامبل اللي اعطى نشتغل عينه، يعني السامبل قال لي عينه قال 18.5 كان المين اللي هو الخاص يعني بوبيليشن، طبعا كل سامبل له بوبيليشن خاص بينه بالتاكيد، ماكو سامبل لوحده بدون بوبيليشن، لكن الان هذا المين هو خاص بهذا السامبل، يساوي او لا يساوي؟ هاي الميو نوت من هي؟ هاي اللي قيسألني عليها السؤال، يعني بمعنى يقول هل انه المين لهذا السامبل، مين البوبيليشن لهذا السامبل قد يتطابق مع البوبيليشن اللي هو سألنا، هو بمعنى انه هل هذا السامبل هو ماخوذ من هذا البوبيليشن ان عينه اللي هو 20 ملي جرام ام لا؟ اذا كانت هناك تطابق ما بين المين للسامبل اللي حكينا عينه بنقول هون مساوي، معناته انه هذا السامبل من نفس البوبيليشن اللي هو ايش؟ 20. بنقول لا يساوي، معناته انه هذا السامبل اللي سحبته انا ما يمثل لي هذا البوبيليشن، اذا ما ماخذ منه اذا لا يساوي ملي جرام بير 100 جرام. طيب في حد هون اكو شيء ما واضح يعني بالنسبه للهايبوثيسز؟ لان هو هذا قلب السؤال، لا السؤال اذا كانت هايبوثيسز خطا فالسؤال كله كان خطا، كله يعتبر خطا، لان ما بني على خطا فهو خطا، ان اساس الفرضيه ما هي هتكون على اساس السؤال. اكو سؤال عينه شلون نوجد الهايبوثيسس مالتنا وانواعها، وش معناه ايش تعني؟ اكو شيء ما واضح. طيب هذه كانت ستيب نمبر 1، وضعت الهايبوثيسس مالتي، تعلمت شلون اوضع الايج 1 وكل وحده ايش تعني لي. طيب ستيب نمبر 2، حاحسب الزيت تيست، اني كنت اشتغل على زيت تيست كون مين. بدل ما احفظ القوانين اللي حكينا عليها، اللي عندي كان عندي 4 قوانين، انا حفظت ايش؟ القاعده العامه اللي انا عندي.
هاي اللي هي quantity of زيت اللي تعيني الحين في الزيت calculated هي عبارة عن stats statistics minus parameters over the standard error of the stat. تمام؟ هاي القاعدة. أريد أشكل من هاي القاعدة قانون. أشكل من هاي القاعدة أنا عندي قانون. أنا أقدر أشتغل على إيش؟ أو أشتغل على ونس. إذا هون حسي عندي معلومة واحدة حخليها بالستات ومعلومة واحدة حخليها بالبارامتر والستاندر إيرور حيكون متعلق بنفس الستات. إذا المعلومة إيش كانت تطلب من عندي السؤال؟ عندي بإيش؟ بإنه المين قيسألني إنه هل إنه المين الإيج نوت تقول أفترض إنه إذا كانت الإيج نوت هي صحيحة إيش كانت تقول؟ تقول دمين إيش؟ is not different. من الدفر معناتها تساوي. إذا إيش بي إيش القيمة ماتها؟ اللي هو X بار. هذا X بار اللي إحنا ناخذ العوض عنه بعدين. ب 18 ونص اللي هو النوت ديفورم عندها تساوي فجي عوض عنا اي هوني ب 18 ونص. اذا هاي هي حتكون عندي هوني اكس بار هذا القانون عم بتقول له ماينس البارامتر. البارامتر اللي نشتغل عليه هو اسمه ميو. فاكس بار ماينس ميو وهذا الميو اسمه حاخذه من هاي الهايبوثيسيس مالتي الايج نوت اللي افترضتها بالبدايه صحيحه اوفر ذا ستاندرد ايرور اوف ذا ستات اللي هو سيجما اوفر سكوير روت اوف ان. والسيجما اذا اعطاني بالسؤال والان اذا عندي هي 49 معلومه بالسؤال وبهذا عوضت الان الاكس بار هاي 18 ونص الميو اخذتوها فروم نل هايبوثيسيس هاي اخذتوها القيمه اللي يكون يساوي هوني. تمام السيجما ايضا اعطاني بالسؤال اللي كانت 3 ونص والسكوير روت اوف ان اللي هو 49 بعد حصلت على انه ماينس 1 ونص على نص هذا هو المقدار اللي عندي اعطانا ماينس 3. انا الى حد ماينس 3 جواب مادي جدا صحيح ما عندي اي شيء خطا بينه لكن وانا عندي ايضا جداول بها للنيجاتيف بها للبوزيتيف لكن الاسهل لي ايش اروح على اخر ابسولوت فاليو على البوزيتيف لانه بالضبط النورمال سيميشن هو سيمتريكال حيطلع نفس الرقم لكن برقم باشاره مختلفه لا لاحظ الان بعد ما طلعت 3 اريد اقرر يعني هل ان هناك فرق او differences ما بين الاكس بار والميو. طيب السؤال هوني هذا الفرق قد احكينا عينه هناك نوعين من الفروقات عندي فروقات حسابيه وعندي فروقات احصائيه. الفروقات الحسابيه depend on ايش الساين اللي هي ماينس فقط بس على علامه الطرح لكن الفروقات الاحصائيه تاخذ الفروقات اللي هي موجوده عندي هون هذه نسبه الى الفاريشن والى سامبل سايز اللي انا عندي هذا يسمى فرق احصائي بينما الفرق الحسابي يعتمد فقط على عمليه الطرح الان لو طرحته انا 18 ونص ناقص 20 بالتاكيد هناك هذا الفرق هناك فرق لا الفرق هو ريال اور باي تشانس لازم ايش اتخذ او اعمله معامله احصائيه اخرى اللي هو اقسمه على الستاندرد ايرورز اللي هو سيجما اوفر سكوات اوف ان وكانت قيمته النص طعاني 3. الان حصلت وعرفت انه طلع عندي النتيجه مالتي 3 هاي قيمتي مالتي اريد الان اقرر حتى اقرر لازم اعمل ايش؟ اعمل كومباريزن مع نفس الشيء قد اشتغل عليه يعني انا قد اشتغل على الزيت اذا لازم عندي شيء اسمه اخر قياسي اسمه تابيوليتد فاليو اللي هو زيت تابيوليت نعم إذا ما قارنتها مع حقرر إما بالقبول أو الرفض. تمام. إذا كانت قيمة الزيت اللي أنا حصلت عليها هاي 3 كانت أقل من هذا هاي فاليو، هذا الحد الأول وهذا هو الحد الثاني نسميه كريتيكال فاليو اللي هو يفصل لي منطقة الرفض عن منطقة القبول، منطقة الرفض عن منطقة طيب. إذا وقعت هاي 3 ضمن هاي المنطقة اللي هي تقع ما بين منطقتين ما بين قيمتين الحرجتين الموجودة هي منطقة القبول إذن عليه لازم أقبل الإيج نوت وأرفض الإيج وان. لو وقعت هاي القيمة المحسوبة وقعت في منطقة الرفض الأولى في منطقة الرفض هاي حتكون هون نسميها 3 والجهة الثانية هي ماينس 3 ما عندي أي إشكال فيها يعني هذا رفض وهذا رفض ما حيغير من معناه له. إذا وقعت في أحد مناطق الرفض اللي عندي عليه أن أرفض الفرضية. الان نجي خلنا هون ابسيت فاليو اسم اخذتها نهائيه حتى سهل لي علي بس عمليه ايش؟ عمليه المقارنه. ايه هاي المنطقه اللي هي منطقه الرفض؟ شوفوا ايه هاي المقلمي اللي هي منطقه الرفض اليمنى او الموجبه
وعندي رفض منطقة رفض سالبة بالضبط نفس الأرقام لكن باتجاه الآخر. يعني كان لما يقف أمام مرآة عندي فقط حد معين والمرآة بها حد معين آخر. طيب التابلت تعلمناها أخذناها من normal distribution وكان عندي at 0.05 كانت تمثل لي 1.96 هاي قيمة التابلت value مالتي أو قيمة الستاندرد للزيت للإكس مالتي كانت زيت و at 0.01 لو وجدناها عوضناها حسب القانون قلنا عينا 1 minus P over 2 تعينا 2.58 و 0.01 كانت عينا 3. Since إنه القيمة اللي حصلتنا عليها الفاليو اللي هي الكالكوليت عفوا الفاليو اللي كانت زيت تمثل لي 3 فاجي هاي 3 هل هي اقل من 1.96؟ اذا كانت اقل يعني ما قد تقع في منطقه القبول. هاي منطقه القبول هذا التيبل اسمه ريجكشن تيبل اللي هي عندناها المنطقه المظلله ومن الجهه اليمنى اللي هي الموجبه تمام. هذا هو الحد اللي أنا عندي ما قبله منطقه قبول وما بعده هي منطقه كله هذا منطقه رفض اذا هاي يسمونه ريجكشن تيبل. طيب الثلاثة اللي حصلت عليها هل هي less than 1.96؟ لا إذا كانت هي أقل فراح تقع في منطقة قبول وحقبل الفرضية. طيب هي ما أقل من 1.96 هذا الحد الأول أو الكلام الأول حقول since إنه ال Z calculated على حد ماتي منطقة قبول ومنطقة رفض فأنا بداية أجي على 1.96 وأقارن على أساسه هاي الحدود اللي أنا أحتاجها 0.02 ما أحتاجها. والسنس إنه الكالكوليتد اللي حصلت عليها هي كانت more than tabulated يعني أكثر من التجاجية. So we reject the null hypothesis. تمام؟ إذا أول شيء الرفض والقبول يجي من خلال الحد الرجاء كان أقل منه أقبل بها أكثر منه أرفضه. إذا هون هاي قيمة الحرجة هي اللي تحدد لي القبول والرفض. بعدين بعد ما حدد القبول والرفض اذا كان عندي رفض فعندي درجات رفض عندي جاست وعندي هايلي وعندي فيري هايلي سيجنيفيكانت. طيب يعني اول ستيب اللي عندي احدد الرفض اقول سينس انه 3 زد كالكوليتد اللي حسبتوها انا كانت مور ذان زد تابوليتد ات 0.05 على حد ما اتي اللي افترضتون هو مسموح به الخطا تمام. سو وي ريجكت ذا هايبوثيسيس وذ اجي اذا هي وذ ايش؟ هل هي just significant؟ هل لأن ثلاثة هي لا واقعة ما بين 1.96 to less than 2.58؟ جواب لا. إذا هي ما just significant ما less than 0.05. هل الثلاثة اللي حصلت عليها هي تقع ما بين 2.58 to less than 3؟ يعني في مات هي less than 0.01؟ جواب لا. هي ما less than 3. هي أصبح قد تقع بالضبط هوني على 3. إذا 3 فما فوق تقع ضمن الحدود لمن؟ ضمن less than or equal 0.001 فعليه حقول so we reject the null hypothesis and accept alternative اللي هي H1 وهناك ايش؟ هناك differences between real differences between the mean protrombin level sample عن the population بمعنى انه هذا sample ما باخذ لي هذا the population وهذا sample ما يمثل لي population تمام. إذا with P إيش هي حنسميها equal هوني ما بيها P less than لأن بالضبط وقعت على الحد هوني تمام. من تقع على الحد أسميها equal من تقع أقل من هذا الحد مثلا كان 0.00 لا عفوا كانت مثلا 3.5 حقول less than إذا كانت الزيت اللي عندي 3.5 مثلا اللي هي أكثر من هذا الرقم فأسميها less than لكن ما دام وقعت على نفس الحد اللي just very high significant إذا حسميها with P equal to 0.001 very highly significant. أعطينا أخيرا الـ conclusion. الـ conclusion قال so the mean protein level for the with vitamin K deficiency is real not by chance. طيب لو أرجع الآن مرة ثانية للسؤال وأقرأ السؤال مرة ثانية السؤال what limits يعني ما فقط انه حددت قبول ورفض وانتهى الموضوع ممكن استفاد منه من هذا السؤال بشيء اخر اريد احدد الحدود الحقيقيه اريد تنتبهون على كلمي
اريد احدد الحدود الحقيقيه لمن المين بلس وان بين ليفل لهذا السامبل اللي انا عندي لهذا يعني هذا السامبل اللي هو 18 ونص ايش قد كانت الحدود الحقيقيه اللي هو البوبيوليشن يعني من كامل البوبيوليشن مالته هذا السامبل يتبع بوبيوليشن خاص بين طيب احنا قلنا هذا السامبل ما له علاقه بهذا البوبيوليشن هذا ما له علاقه بينه طيب ما هي حدود السامبل بوبيوليشن الخاص بين وين تمام اجي الان اقول وذ ذا ليميتس وذ ذا مين بروتومبين ليفل اكسبكتد اللي نتوقع ايش قد تكون تو لاي فور اول بيشنتس وذ فيتامين كي ديفيشنسي جيف ذا 95% كونفدنس ليميتس اذا نحن نحتاج الابر اند لور ليميتس حتى من خلاله نقدر نحدد الحدود الدنيا والعليا للمين بروتومبين ليفل إذا نرجع مرة ثانية ونقول إنه الـ confidence interval at the 95% for the population mean equal to upper and lower limits قاعدة حكينا عليها قلنا قاعدة ذهبية عندنا اللي هي statistic plus or minus standard value by the standard error of the stat. طيب أنا عندي هوني أخذناها بالتيست اشتغلنا بالتيست كانت الستات اكس بار فحنزل هون الستات هو اكس بار من زلت ما هو بلس اور ماينس شغل اشتغلنا له على اساس على اي اساس كنا نشتغل كنا عم نشتغل على اساس الزيت زيت تيست اشتغلنا عينه فبالتالي هون يعني نشتغل على زيت والسؤال طلب من عندي give the 95% confidence limits يعني اريد الثقه مالتي 95 ايش قد بقى لي من الخطا اذا كان 95 هو ثقه فالخطا ايش قد بقى لي 5% اذا 5% هو بقيت خطا طيب اذا حختار هون التابلت فاليو هي قيمه الزيت as 0.05 اخترتوها لان قال 95 لو السؤال طلب من عندي 99% ايش قد اخلي هون خطا؟ ايش قد بيرسنت راح يصير عندي خطا؟ اذا طلب من عندي السؤال 99 نعم 0.01 ممتاز اذا انا اترك مجال الخطا خيقول هون في هذا السؤال هو مجال 5% خطا multiplied by the standard error على نفس الستات دخلنا standard error of the stat اللي هو x bar the standard error of the stat the standard error of x bar طيب standard error of x bar كان بالتيست نفسه هو الاسم سيجما على جذر n هون ما ارجع احسبه مره ثانيه انا سابقا حسبته فما يحتاج طيب هاي نقطه اولى وانا هيك حسبنا انه ايش بقى عندي الزيت at 0.05 وهاي قلنا تابت فاد بس باخذها زيت at 0. من جيت الفوق اعلى هاي زيت at 0.05 كانت قيمتها ايش قد تسمح اللي هي حد القطع مالتي بالقبول او الرفض اللي هي كانت 1.96 طيب والاكس بار هو اعطانا بالسؤال كان 18.5 اذا مباشر راح اطبق القانون مالتي فالاكس بار هو 18.5 اللي اعطانا بالسؤال تمام بلس اور ماينس 1.96 multiplied by the standard error وهذا standard error ما حسبته مره ثانيه اخذته من قيمته من التيست ما يحتاج نرجع اعيده مره ثانيه احسبه طيب حضرب النص 90 والنتيجه مره اجمعها مع 18.5 حتعطيني ابر مره اطرحها من 18.5 حتعطيني ايش؟ اللور اذا اصبح عندي الابر بالشكل التالي ابر يساوي لي عفوا من اللور يساوي 17.52 الى هاي حدود ايه؟ حدود المين بروتومبين ليفل للبوبيوليشن وليس للسامبل يعني هذا 18.5 هو بالتاكيد ماخوذ من بوبيوليشن فهاي الحدود الحقيقيه هاي الميو تمام الابر واللور هاي مال الميو زين اذا هاي 18.5 هي اللي نشوفها قد تقع من 11 الى 19 هاي حدود مالتها انهينا الان وعرفنا هي الحدود الحقيقيه ايش قد كانت لي مين بروتومبين للشين الخاص بهذا السامبل البوبيليشن الخاص لهذا السامبل هو 18.5 وليس لل 20 اللي حكينا عليها اعطانا اياها بالسؤال. طيب بعد ما انهيتوا هذا الاخر ستيب حرجع الى ستيب نمبر 1 واللي هو وضعتوه كان هايبوثيسز الايج نوت ايش كانت تقول الايج نوت؟ كانت تقول
انه ميو الميو ساوي لي 20 ملي جرام بر 100 ميل. طيب حقارن اعمل كومباريزن بين الايج نوت اند ايش الابر اند لور ليمتس. ايج نوت كانت تقول تمثل لي الميو تساوي، بينما الحدود الحقيقيه اخذته للميو هي كانت من 17.52 الى 19.48. هل انه هاي ال 20 هي لاي ديم؟ لا دكتور ما تقول مني. طيب اذا بهالحال لو انا وقعت هاي الايج نوت، لو كانت قيمه الايج نوت اللي هيعطيني اياها بالسؤال lies between upper and lower limits then we accept the null hypothesis. اقول نعم هي قد تقع ضمنها، اذا اقبلها ما وقعت منطق القبول، اذا تخليني اقبل الفرضيه صح؟ القيمه اللي اعطاني هو ما وقع ضمن منطق القبول، يعني ما ضمن من 17 ل 19، كانت اقل من 17.52 او اكثر من 19.48. اذا هون وقعت في احد مناطق الرفض اللي هي اما الدنيا او مناطق الرفض العليا اليمين او اليسار خلينا نحكي عليها، وتخليني اخذ الفرضيه. في هذا السؤال اقول سينس انه الايج نوت اللي هي 20 ملي جرام بير 100 ميل نوت لايز بتوين ذا ابر اند لور ليمت سو وي ريجكت ذا هايبوثيسيس اند اول شيء الديفرنس هي ريال نوت باي تشانس، ثاني شيء ذا تيست از ترو. شنو عرفنا ان التيست ترو؟ انا سابقا من حليت التيست طعاني القرار النهائي هو ريجكت ذا هايبوثيسيس، ومن جيت كملت الشغل الان ابر اند لور ليمتس ايضا اعطاني ريجكت. فما دام انا عندي بالبدايه رجكت وهون ايضا رجكت فمعناته تحلي صحيح والتيست مالتي ايضا هو صحيح. لكن كان يظهر عندي اعتقد يمكن نزل رابط الحضور سجلوا عيني وعيني لما تنتهي المحاضره حقفل. طيب لكن اذا كان عندي التيست اللي اشتغلته عيني وكان مثلا نتيجته كان رفض وجيت اشتغلت على الابر اند لور نفس التيست اللي نفس الكوبس انترفال او نفس الخطا اللي حنحكي عنه، يعني ما يصير انا بالسؤال اعطي التيست مالتي تيست اندر 0.05 عن الكوبس انترفال طعيه 99، هوني ما طابقوا اثنيناتهم، اذا لازم يطابق الخطا مالتي الايرور مالتي اللي هو البي اللي حددتوها والابر اند لور ليمتس الاثنين لازم يتطابقون. طيب الان لو كان تطابق عندي التيست الآن صرته at 0.05 والكونفس انترفال at 95%. طيب وكان القرار عندي بالتيست كان ايش rejected ال upper and lower limits ايضا كان rejected، اذا التيست مالتي صحيح وشغلي صحيح والنتيجة صحيحة. لو كان اختلاف يعني بالتيست نفسه at 0.05 وكانت القرار مالتي decision كان reject وجيت اشتغلت على 95 كان معناته هناك خلل في حل السؤال، يا اما الخلل حيكون بالتيست لازم ارجع اراجع السؤال من البدايه، يا اما الخلل حيكون عندي بالتيست اللي خلاني ارفض او الخلل بالكوبس انترفال اللي هو خلاني اقبل. اذا لازم هناك تطابق عندي بالتيست مع الكوبس انترفال في النتائج، يعني اذا كان الاول يرفض فالثاني يرفض، واذا كان الاول يقبل فالثاني لازم يكون ايضا ايش قبول نفس الحد اللي احنا حددناه بالقبول او الرفض تكملته 95% خطا هذا حددناه و 95% ثقه. طيب اكو لحد الان اي سؤال او شيء ما واضح يعني دكتور؟ بس للزيت وقت نطلعها ونقارنها بالجدول مع البي لو مع الزيت بي، ما هي القارنه معها لازم انت شو تقارن؟ طالب امتحان واخذ نعم طالب امتحان اخذ درجه، مع ايش تقارنه؟ مع كيلوات مع غرامات مع ايش تقارن؟ ايضا مع تمام نعم انا اشتغلت الزيت اشتغلتون على اساس زيت تيست اشتغلتون على اساس زيت تمام وسميتوها زيت كالكوليتد. شوف هون بالاعلى زيت كالكوليتد اللي هي كانت قيمتها 3 صح؟ طيب نعم دكتور. مع ايش اقارنها؟ حقارنها مع ايضا زيت، يعني زيت يقارن مع زيت، تي يقارن مع تي، كاي يقارن مع كاي، نفسها هي لكن ايش هي يسموها تابلت فاليو، اقارنها مع فقط شيء قياسي تمام؟ نعم دكتور. هاي القيمة القياسية ايش قد قيمتها؟ ايش راح اخذها؟ عندي مجموعة من الزيت ما وحدي هي،
عندي مجموعة من الزيت، تمام؟ كل زيت تحت فيه فاليو خاصة لها، فأنا إيش حقارنه مع الحد اللي هو قلنا سميناه كريتيكال، حقارنه مع قيمة الزيت اللي تحت 0.05. لو السؤال من البداية قال test under P 0.0، لو السؤال قال test السؤال under P 0.01، وين راح اروح انا؟ راح يتحول ايه هذا الخط، هذا السهم الاحمر، حيصير عندي حد القبول والرفض، ما هوني راح يكون، حيصير at 0.01 إيه هوني، لان هو السؤال يطلق يقول هوني هذا 0.01 ما قبل قبول وما بعده ايش؟ رفض، تمام؟ نعم دكتورة. لو السؤال ما قال لا 0.05 لا قال 0.01، دائما افترض انه 0.05 هو الحد مالتي، الا اذا هو حدد لي راح اتحول بالحد مالتي اللي كنت اعتبره قابل سابقا الى الحد اللي هو حيطلبه من عندي، واضح؟ نعم دكتورة. طيب. يعني هسه لو السؤال نعم ايه تفضل مثلا قارنا مع 1.96 طلعت اعلى منه، اذا صارت بالريجكشن، تمام؟ اول شيء قارنه مع الحد اللي انا حددته له اللي هو كريتيكال فاليو، ده اريد اشوف وقع رفض، هاي بدايه اول نقطه. النقطه الثانيه اذا وقعت في القبول راح اقول مور ذان 0.05 واقف خلاص على هو واقول نون سيجنيفيكانت، لكن اذا وقعت في منطقه رفض انا عندي رفض كثير، عندي جاست سيجنيفيكانت اللي بيقف على الحيفي، هاي مع الحيفي بدايه منطقه رفض، يعني نعم هناك فرق. طيب او هناك فرق عالي او هناك فرق جدا عالي، تمام؟ يعني مثل ما طالب ينجح والنجاح مالته ايش نقول؟ يعني دوب نجح، صح؟ على الحيفي، ما كذا نقول؟ نعم دكتور. او طالب مثلا اخذ مثلا 70، ولا والله درجته عاليه مليحه 70، او طالب اخر اخذ مثلا ب 90، كلش عاليه اقول حقول عليها، تمام؟ فرقت القرار مالتي. شفنا انه الكالكوليت كانت 3، يعني ما هي قريبه من 1.96، ما بس هي جاست سيجنيفيكانت، لكن كلش عيلي وقعت في المنطقه هذه، يعني كلش تبعدت عن منطقه ايش؟ رفض، في نهايه منطقه رفض وقعت، واضحه يعني؟ واضحه. طيب يعني شيء ما واضح، اي استفسار؟ كمل ان شاء الله. بسم الله، راح ينزل لكم واجبات ان شاء الله، لكن هاي الواجبات شوي راح نفسر بيها، واجبات واحده منهم، يعني هذا واحد منهم اللي هو يقول the fatality rate of tetanus is known to be 40%. من الفاريبل ايش الموضوع بالسؤال هوني؟ ان ذا كاونت هي البروبورشن مع الفيتاليتي ريت هي 40%. يعني ايش اول شيء الفاريبل مالته؟ من هو الفاريبل؟ نحدد الاكس من الفيتاليتي ريت، تمام؟ الفاريبل مالتنا هو الفيتاليتي ريت، زين اوف تيتانوس. ال 40 تمثل لي ايش؟ قال 40% ان ذا كاونتري وذ يوجوال تريتمنت، ايش مثل لي 40%؟ ايش مثل لي 40%؟ بروبورشن اي، يعني ايش بنسبة ايش؟ دكتورة نسبة الفيتال، يعني نسبة الفيتال، نعم ايه نسبة الفيتال ريت من السامبل اللي هو اللي من قال ان ذا كانتري، يعني اذا هاي البوبيليشن، يعني ايش رمز له هون هاي ال 40%؟ ايش رمز له بالرمز؟ بروبورشن، ايش رمز له بروبورشن؟ سمول بي، مع اقول ان ذا كانتري، يعني ما قد اخذ سامبل صغير كانتري، اذا هاي ايش؟ كابيتال بي، ممتاز، هاي الكابيتال مالتنا، تمام؟ إذا هاي معلومة عامة عطانا هي. قال في مدينة كان في مائتم 40%. طيب إذا هاي تمثل لي الكابيتال بي. طيب نقطة. In a sample of 100 tetanus patients. All patients. Sample مالتي كلهم كانوا 100 tetanus patients. أشنو هذا؟ Small n.
إذن هذه N in a sample of 100 patients. أشنو هذا مثل لي ال N؟ إذا أول شيء حكتب أنه capital P 20% point 40 يعني تمام، هو يكتبها بالبرسنت، إحنا نكتبها رقم ال P تساوي capital P تساوي لي point 40. طيب إذا هو أعطانا ال fatality rate ماتوا 40، الباقي ايش بضل عندي؟ ايش اسميهم الباقي من 40%؟ ايش هي سيرفايفل مثلا؟ ايه تم 60 60 ايش اسميهم هذولي؟ اذا كانت البي الكابيتال بي هي 40% ايش نسميها؟ كيو دكتوره، كيو كابيتال كيو يس تمام. إذا هون إحنا قاعد نشتغل على population، قاعد يحكي على country بصورة عامة. إذا أول معلومة عرفت إنه fatality rate اللي هي capital P لل general population أو in country تمثل لي 40%، فcapital P حسنين point 40. طيب رأس مباشرة تحت أكتب الكيو مالته، ما دام أعطاني البي فأعرف مباشرة الكيو مالته اللي هي واحد ناقص البي، فحقول واحد ناقص capital Q يساوي واحد ناقص capital P يساوي 60%. إذا أصبح عندي هاي أول معلومة كاملة. My population عندي الـ Q والـ Q مالتها. In a sample of 100 tetanus patients of هذولي هاي الـ N تساوي الـ N تساوي لي 100. A sample مالتي قال لي sample عندي 100 patients، إذا الـ N small n تساوي لي 100. إيش بهم هذولي؟ Treated with a new method، هذوك كانوا with usual method، هذولي with a new method. Claimed إيش الدعوة؟ A fatality rate ايش قد كانوا 32%. ايش نيه 32؟ السمول بي دكتور، السمول بي اللي هي فيتاليتي ريت مال لمن؟ مال سامبل. طيب مباشرة اطلع الكابيتال مال، عفوا الكيو مات لو لا؟ نعم دكتور نطيق. ايه ايش قد حتساوي؟ 68% سمول كيو مالته، سمول كيو مالته. خلصت المعلومات، هذا بقى عندي ايش؟ بقى عندي مطلوب السؤال. إذا هاي معلومات اللي أعطانا هي وجدتم إن كابيتال بي 40% كملتوها كابيتال كيو كان 60%، أعطاني الـ N small n تساوي لي 100، أعطاني أيضا small p اللي كانت تمثل 32% و 64% هي small q لتاتي ريت لهذا السامبل. الآن الـ question اللي يسألنا هو is the fatality rate of 32، من هي 32 للسامبل؟ إنه الـ fatality rate لهذا السامبل significantly differ from that of right خلينا نقول of from that of the general or from the country اللي هي 40 أم لا؟ يعني أن إحنا ظهر، يعني لو طرحته أنا الآن ال 32% هاي اللي أعطاني أنا السامبل، لو طرحتها ناقصته من population هذه اللي ما population capital P حيطلع هناك فرق، لكن هذا الفرق هو حسابي تمام؟ نعم هناك فرق، فرق هو حسابي. اسال السؤال الان اسالني والان، هل هذا الفرق هو significantly يعني هل هو real or by chance، هل هو حقيقي هو اهميه ام لا؟ فعليه اشرح نختار نوع التست هوني. ما نوع التست؟ دكتور زد تيست concerning two proportions تمام؟ لا زد تيست concerning one proportion. زين اساس خليني افسره، على اي اساس قلنا زيت؟ اول شيء قلنا زيت لان انا عندي proportion مثل ما اتفقنا في المحاضره صح؟ هاي وحده. اثنين زد تيست concerning one or two depend on ايش؟ تعتمد على منو؟ تعتمد على عدد السامبلات اللي انا عندي. السؤال كم سامبل عندي بالسؤال هوني؟ سامبل واحد. سامبل واحد اللي هو عدد 100 شخص تمام. اذا هون ايش سميناه زد تيست كونسرنينج 1، والسؤال قايحشن اذا اصبح زد تيست كونسرنينج 1 بروبورشن. صار سهل ان شاء الله؟ نعم دكتور واضحه عيني. بعد ما تكملوا نحل السؤال هوني، هذا ايش يسمونه زد تيست 1 بروبورشن؟ تخلوا في بالكم انه ال 1 بروبورشن هو سميناه الاختبار الشاذ، ما تنسوا فقط الزيت ولا بروبورشن اسمه اختبار الشاذ. لو يصير شاذ انه ياخذ ايش
ياخذ ستاندرد ايرور مالتنا للتيست ياخذه للبارامتر وليس للستات، فقط هون الشاب بهالمكان هذه، واحنا المعلومات كلها موجوده عندي متوفره بصوره عامه، ما عندي بها اي خلل. وجدت شويه حددتوها انه كان حلقه بي كان عندي كيو، والمجموعه الثانيه بالسامبل كان حلقه بي كان عندي كيو، ويسالني هل هناك ديفرنس بيناتهم، وعندي 100 مباشره اطبق الحال السؤال. بعدين يطلب من عندكم give the 95% confidence limits for the proportion. طيب هذا كان السؤال الاول. عندكم هون homework اخر هم ايضا نقرانه، من يقرا لي عليه السؤال؟ حتى نقرا كلمه كل يوم. بس من يبدي؟ ماكو حد يعاوني؟ نعم دكتور. بنات يلا حدي من البنات عيني، قل لي اسمه وتقرا لي. يلا قراي، ما تعرفوا تقرون؟ اختار من البنات اللي تختارون انتم. يلا بنات، ما حد يعاوني بيتكم؟ عشان هذا مقسم البنات قاعدين ينهزمون، خافون عيني والله ما بنعمل شيء، بس مجرد نقرا. يلا بنات عيني، من تقرا معي؟ نور قالهم هزمت، وقبل امن انهزمت، ليفت. ما يحتاج بنات، ما اريدكم. هسه الشباب يعاونوني، يلا عيني. واحد من بسم الله. يلا عيني. نعم دكتور. قرانا عيني السؤال الله يرضى عنك. بس خلي يطلع. اوكي. 70 patients suffering from epilepsy were divided at random into two equal groups. نقف. ايش اعطانا؟ 70 patient عندهم ايش؟ epilepsy، قسمناهم الى ايش؟ into two at random، يعني انت وحوني شكر راندم، يعني معك منو هذا منو هذا. انت واحد الجروب الاول، انت الجروب الثاني. randomly into two ايش؟ equal groups. قال equal groups، يعني ايش معناته؟ صار عندي 2n n1 وعندي n2، هذول جروب A وهذول جروب B، وكل واحد منهم راح يصير عدد مالتهم لازم 35 دكتوره، لانه equal. قال equal groups، ممتاز. ال 70 قسمناها equal فصار عندي 35 35. طيب يجي الان ايش احنا قسمناها جروبين، ايش عمل بجروب A؟ نعم كمل. Group A was placed on a treatment that included daily doses of vitamin D. زين. المجموعة الأولى خلوهم على treatment واللي من ضمنه أعطوهم إيش؟ فقط دوز من فيتامين دي. زين. Group B received the same with the exception that for this group a placebo was given in a place of vitamin D. إذا جروب بي الآن أخذوا نفس التريتمنت مالتهم، تمام، لكنه قالوا لهم إنه هذا معانه إيش؟ معانه إنه هو فيتامين دي، بينما هم أعطوه بلاسيبو، حيشوفون تأثير الفيتامين دي إيش على الجروب الأول عن الجروب الثاني. طيب لحد هون بس فهمني السؤال، عرفنا عندنا جروبين أي وبي، مجموعة من البيشنت أخذناهم وزعناهم راندملي على جروبين أي وبي، وجروب أي أعطيناهم تريتمنت ريجيم كان من ضمنه إيش؟ الفيتامين دي، بينما المجموعة الثانية أيضا أعطينا نفس التريتمنت لكن ما كان من ضمنه فيتامين دي. إحنا قلنا لهم راح نعطيكم فيتامين دي بس ما مو بالحقيقة، أعطيناهم بلاسيبو، يعني هو أي شيء وهمي. قيقول ممكن نعطيهم فرد أي شيء آخر نسميه فيتامين دي بس هو ما فيتامين دي. نعم كم يعني؟ نعم دكتور. The mean number of seizures experienced during the period of treatment by the two groups 15 and 20. نعم. إذا هون ايش غادي نشوف؟ غادي يشوفون او يقيسون number of seizures، يعني كم مرة صار عندهم seizures المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. كان المجموعة الأولى number of seizures لهم كمعدل المين نمبر مالتهم كمعدل هذا الكلام، هذول البيشنتس اللي أخذناهم
كانوا 15، بينما للمجموعه الثانيه اشخاص كانوا 24. هذا مين نمبر اوف سيزرز اللي ما اخذوا دي. نعم الـ population variance كان 8 و12. زين respectively. الان اريد من هاي المعلومات اللي اعطانا هي ما هو نوع التيست، يعني اللي واحد يقرا هذا السؤال يريد يشوف ايش الدوائر اتجاهه، يعني لو يقف في مفرق الطرق عندي بينه خيقول اربع انواع من الاختبارات، انا باي طريق امشي؟ الطريق الاول، الثاني، الثالث، الرابع، كيف امشي لو عندي فقط نقاط داله انا دحق عليها، ثم هاي النقاط الداله هي تدلني على اي طريق اللي اريد اشتغل بينه حتى يحقق لي الهدف اللي انا اريده. نعم. اول شيء راح نعمل مثل ما اتفقنا، نعمل لوحه بيانات اللي هي تتضمن المعلومات اللي احتاجها من السؤال. ادخل لوحه البيانات هخلي جروب A وجروب B، تمام؟ هاي جروبين، اكتب ال N1 تساوي 35 لجروب A، N2 تساوي 35 ايضا مقابله. طيب ايش اعطاني بعد معلومات؟ اعطاني المين نمبر اوف سيزرز، تمام؟ المين نمبر اوف سيزرز اكتب ايش؟ لمن السامبلات قد اشتغل هوني، ما عندي population، فهذا حيساوي لي اكس بار 1 وهذا اكس بار 2، او ممكن نسميه هذا اكس بار وهذا، تمام؟ ممكن نسميه اكس بار واي بار ونسوي انه اكس بار 1 اكس بار 2. طيب هذه اذا معلومه اخرى انضافت لي للبيانات. المعلومه الثالثه قال ذا بوبيليشن فاريانسز، ايش هذا؟ يعني هاي سيجما 1 سكوير ايش؟ سكوير. طيب بداية وين راح ندحق على السؤال حتى نلاقي نوع التيست؟ أول شيء وين راح ندور؟ ندور على ايش؟ سيجما موجودة للفارينس، عفوا للبوبيليشن. هل الفارينس للبوبيليشن موجود بالسؤال؟ نعم موجود. راح نروح نوع التيست المين نقول موجود، رأسا نروح على ايش؟ على زد تيست، صح يعني؟ إذا أول نوع على زد تيست، أنا عندي أربع أنواع من الزد تيست، إيه ما هو من زين، هل أنا السؤال الثاني، هل أنا عندي سامبل واحد لو سامبلين؟ لين جروب أي وبي سامبلين، إذا زد تيست كونسرنينج تو، تمام؟ تو مين، تمام، والسؤال أعطانا بينه مين، فأصبح زد تيست كونسرنينج تو مين. صح السؤال شلون نحله؟ يعني هو كل كلمة تدل على فقط شيء، فهم السؤال كل الجواب، فهم السؤال عندنا ما نص الجواب مثل العالم. نحن يعني اذا كلمه واحده خطأ اشتغلتوها فضيع السؤال كلته. فيسال هون الان do these data provide sufficient evidence to indicate D is effective in reducing number of seizures. نعم، فالشيء راح اعمله حضر على الهايبوثيسيس مالتي، والهايبوثيسيس مالتي بس راح اخذها قال، تمام؟ راح اقول ممكن اقول the data is not provide is not provide this to indicate that vitamin D effective with reducing number of seizures. أو إنه مباشرة أقول vitamin D is not effective reducing number of seizures. والأجوان تقول لا vitamin D is effective in reducing number of seizures. يعني الجزء الثاني من المطلوب. هاي راح ناخذه هوني. تمام؟ هذا الهايبوثيسيس مالتي. بعد أبدي أطبق القانون اللي هو زد تيست كونسرنينج تو مين، الكالكولز مالتي اقارنه مع تابلز فاليو اللي هو ثابت، نفس الاسئله كل الاسئله راح تشتغل على زد على نفس التيبل، واقرر ثم اخيرا يطلب ايضا من عندي ال 95% كونفنس انترفال. واضح يعني؟ وش هون شرط ان يكون عندي القرار نفس القرار يعني بالتيست والكونفنس انترفال يكون اثنيناتهم نفس ايش؟ نفس القرار. هون اذا كان قبول لازم هذا يكون قبول ايضا، هذا اذا كان بالتيست رفض هذا يكون ايضا عندي رفض. اذا صار عندي خلاف لازم ارجع اراجع السؤال من البدايه الى النهايه واشوف وين صار موضوع الخلل. اكو اي شيء ما واضح بينه هذا السؤال بالحال؟ نعم. بالنسبه للهايبوثيسز وقت اللي نخلي النال والالترناتيف هاني ما يعني إيه؟ ممكن نخلي النال نعمل لها هي مثبته نقول ذيس داتا بروفايدز ممكن هي يصير النال هايبوثيسز. لا 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 احنا ايش قلنا؟ ايش سمينا النال؟ هي سموها فرضية عدمية أو الصفرية. بنقول نال العدمية يعني عدم وجود فرق، عدم وجود تأثير، عدم وجود علاقة، عدم وجود كذا، تمام؟
بينما انا قد اريد اثبت هوني هدفي من السؤال اريد اثبت انه الفيتامين دي هو اللي اثر وما اريد اثبت انه ما ياثر صح؟ نعم دكتور. انا عرفت انه هذا ياثر عملت جروب اعطيتهم فيتامين دي جروب ما اعطيتهم حتى اشوف انه هذا تمام صار التقليل من نمبر اوف سيزرز كان بسبب الفيتامين والفيتامين دي قلل لي كان له تاثير ام لا تمام عيني؟ نعم دكتور. بعد اكو سؤال اخر اي استفسار؟ زين السؤال اللي بعده يلا واحد من الشباب كملنا يقرا السؤال انا اجاوبه يلا عيني بس اقرا معي من واحد يقرا لي نتعاون يلا والله اقرا مرتل انا اعرف تقرون يعني الشطار ما شاء الله هاي يلا واحد منكم يعاونني يلا عيني منو معي اقرا مرتل نعم دكتور اسمك ابني محمد منو قرأ اول مره توفيق انا دكتور محمد منو قرأ اول مره انا دكتور محمد محمد انا دكتور توفيق توفيق نعم يلا دكتور يلا In clinical trial to assess the value of a new method of A in comparison with the old method B. نقف نقف Patient. نقف 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 ما نقرا سريع نقف كل ايش يقول الان عندنا كلينيكال ترايل يريد يقيمون ايش the value of a new method يعني تقييم يعني عندنا new method of treatment اسمه انا A يريد يقارنونه مع عندنا old treatment او عندنا treatment جديد سمينا new method نريد نشوف ايش قد تاثيره عندي old method بالعلاج مالتي اللي هو سميانو بي هذا هو عندي تو تريتمنت اي وبي الاي هو والبي هو الالت نعم Patients were divided into two groups of 200 نقف 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 لا تستعجل ما قلنا نقرا مي طيب نعم دكتور زين patient were divided into two groups هون يحدد لي equal groups لا اذا هون يعني معناته انه هو معناته ما انا هقسم انا معناته هو حيعطيني جروبين واعداد مائتم يعني كل كلمه قلنا لها دلاله وما دام ما قال جروبس اذا معناته هو حيعطيني ارقام مختلفه نعم كمل عيني Of 257 patients treated by method A, one died. نقف منهم هذول 41 ومنهم هذول 257 Group A هي ال 257 وال 41 هي died يعني ال fatality rate. يعني ال N1 تساوي لي 257 تمام؟ ايش نعم تساوي لي؟ ال fatality rate مالتها لا ما قال فيتاليتي ريت ما قال فيتاليتي ريت قرا السؤال 40 دايت ايش لما دول 41 دايت يعني انا عندي من هالقد اعداد هالقد عندي من البيشنت هالقد صار عندي من الوفيات نسبه ممكن يطلع من النسبة لا هاي ما نسبة بس احنا نحن نطلع منها نسبة نحن راح نقول 41 هون اعطوها الار 1 هاي يسموها الار 1 انا حكيت لكم بالمحاضرة النظري قلت لكم ممكن يتعيكم بها نسب مباشرة مثل السؤال اللي قبله تمام وممكن ايش يعطون يطلعون النسب فهاي اعطاكم هون 41 شخص توفوا من 257 فاذا قسمت 41 على 257 حفيات فتاتي تطلع تمام لولا والباقين اطلع الكيو مالتهم ايش تساوي لي؟ حيساوي لي ايش؟ واحد ناقصا فتعطيني ايش؟ تعطينا الباقين على قيد الحياه اللي هم ما توفوا. اذا كل كلمه بالسؤال هي اللي تدلني، يعني ما اشتغل اقرا السؤال كلمه كلمه واشر عليها ايش تعني لي هاي الكلمه. يعني هي هاي المؤشرات قد اشر عليها هي تخليني اشتغل القي لي نوع التست اللي اشتغل بينه وتخليني تعطيني معلومات ادخلها على الحاسبه او اشتغل بيها كتست وتعطيني نتائج يعني صحيحه وان شاء الله الحاكم يكون كل صحيح. اذا اوف 257 بيشنت باي ميثود اي 41 دايت ال ان 1 احنا خلينا جروبين عندي حخلي على الورقه على لوحه البيانات عندي اما جروب بي تحت جروب اي اخلي ان 1 يساوي 257 تمام
وجواته R1 يساوي لي 41، جواته ال P1 الآن small P1 حساوي 41 هو ال R1 على N1، 41 على 257 جيت طلعها يعطيك فقط رقم معين. جواته ايضا Q1 يساوي 1 ناقص P1، طلعون النسبه الفرق النسبه اذا كملت المعلومات خروب اي او بالمثل اي. تمام اكمل. of 244 patients treated by method نقف هاي ايش هاي 2 and 2 تمام، اذا على البي بقى تحت البي حخلي ان 2 تساوي 244 patients treated by method 64 منهم دايت، هاي ايش هذه؟ R2 هاي الار 2 مثل لي، اذا جواتها حخلي البي 2 ايش يساوي لي؟ يساوي اللي هي 64 مقسم على 244 على ان 1 على الار على ان 2 تعطينا البي 2 اللي هي نسبة الوفيات الفتاة اللي مالتنا بي او الميثود بي. جواتها ممكن اطلع على الكيو كم، اطلع الكيو مالت تكملته فاطلع الكيو اللي هي 1 ناقص بي تطلع لي النتيجة. الان اسال is there evidence، كمل عيني is two groups. راح صوتك عيني، عيده مرة ثانية توفيق، صراحة صوتك ابني. Is there evidence؟ دكتور رجع هسه. نعم ايه. Is there even effect of, evidence of difference in نعم. effectiveness of treatment between the two groups? الآن شوف هاي الفروق دي بين بين بالفيتاليتي ريت للتريتمنت او مثل او مثل مثل اي عن الميثود بي، هذا الديفرنس ظهر عند فرق بالتاكيد 41 من مقسم على 257 حيطلع لي فقط رقم معين، وهل هذا الرقم نطلع الديفرنس مع ال 64 النسبه الثانيه اللي هي من 244، الفرق بين هاي النسبتين هل هو سيجنيفيكانت اور اور لا اور نوت؟ هذا هو اكو هناك ايفيدنس انه هو هذا كان ريال اور ماكو ايفيدنس. تمام زين، الان حختار من هوني من هاي حختار لي هايبوثيسيس ايج نوت وايج 1. ما هو الايج نوت وما هو الايج 1؟ There is not evidence here. There is no evidence of difference in effectiveness of treatment between the A and B. تمام، والايج 1 حتقول لا هناك ايفيدنس، بمعنى انا قد اريد اثبت انه النيو تريتمنت هو كان له تاثير احسن من ايش؟ يعني قلل لي خلينا نقول مثلا من الدايت. هون هدفي بالسؤال السؤال انه انا اقلل من ايش؟ من نسبه الوفيات. فحاشوف الان نسبه الوفيات اللي اعطانا وتريتمنت اي، هل هو اقل من نسبه الوفيات اللي اعطانا؟ بمعنى انه هل النيو مثل اللي اعطيتونه كان هو افضل من البي؟ افضل من الاولد ام لا؟ تمام؟ اذا هل هناك فرق او لا، وبعدين راح اقول من الافضل اي اللي بي. زين ما راح تحلون ان شاء الله نوع التيست مالتنا حيكون ايش؟ زي تيست دكتورة. زيت تيست. ليش زيت؟ يعني السؤال ما بينه مين بالبروبورشن، تمام؟ احنا قلنا البروبورشن فقط بالزيت، اذا ما دام هون نسبه يعني اعطانا هل قد من هالقد، يعني هاي يسموها نسبه، هل قد عدد من هالقد عدد هاي يسموه. تمام اذا بروبورشن عندي، اذا زد تيست كونسرنينج بروبورشن. طيب كم سامبل انا عندي بالسؤال؟ اعطوني تو جروبس اللي هي اي بي صح، اذا زد تيست كونسرنينج تو، والكلام حول البروبورشن زد تيست كونسرنينج تو بروبورشنز. نحل السؤال تطلع النتائج مالنا بالقبول او الرفض، ثم بعدين يطلب من عندنا ديترماين 95% كومس انديبس فور ذا ديفرنس بروبورشن، وشوفوا النتائج مالته من السؤال هذا. حتقول شوفوا ما يلي النتيجة الزيت اللي طلعت عندنا، لو طلعت عندي انا خلاص اطرح الاي ناقصا بي، تبع الكلام مالته اطرح الاي تمام، هاي سميتونه الان 1 او الاكس بار 1 عفوا البي 1 قصدي بي 1 سمول بي 1، هذه كانت عندي البي هي سمول بي 2. طيب لو انا كان عندي طرحت الاي ناقصا البي وطلعت نتيجة الزيت بالسالب،
يعني نسبة الوفيات للأ ناقص نسبة الوفيات للبي، طلعت النتيجة عندي بالسالب. ايش يعني الكلام؟ من يقدر يفسر لي؟ وا يلا اي شيء بفكر كم هسه. انا اتركوا هذا السؤال، قد اسال السؤال. انا عندي نسبه وفيات اخذوا تريتمنت اي، ونسبه وفيات ناس اخذوا تريتمنت بي، وظهر عندي لما طرحته نسبه وفيات الاي ناقص نسبه وفيات البي طلعت لي فقط نتيجه بالسالبه. ايش تعني لي هذا الكلام؟ دكتور، هل تعني أن نسبة الوفيات بأي أقل من بي؟ ممتاز. هو انا قد اعيده، انا بعد ما قررت انه بعد ما اشتغلت من التيست اللي خلصته كملت بالزيت تيست طلعت نتيجته، لو طلعت النتيجه تمام معناته انه نسبه وفيات، هون السؤال يحكي عن الوفيات، معناته انه نسبه وفيات بالاي هي كانت اكبر من بي، ولهذا طلعتني ايش؟ طلعتني نتيجه بالبوزيتيف. صح، لو كان عندي قيمه الزيت اللي حسبتوها بعد ما كملتوها كانت بالنيجاتيف، وانا سابقا كنت طرحت نسبه وفيات اي ناقص نسبه وفيات بي، معناته نسبه الاي كانت تعطيني نسبه وفيات اقل. اذا معناته الصال لصالح من احنا راح نصوت اذا طلعت الديفرنسز من الافضل؟ اذا كانت بالموجب منه افضل؟ اي لا، اذا كانت نتيجه بالموجب يعني لا بالعكس بي، اذا كانت نتيجه بالموجب معناته نسبه وفيات بي هي اقل من نسبه وفيات اي، فنحن نقول الافضليه للبي. ما يعني ما هدفي انا بالستات وسيله، ما هو الغايه؟ انا قد استخدمه حتى يقل لي منه افضل. تمام، هل هناك فرق بيناتهم دولة؟ وبعدين اذا كان هناك فرق لصالح الاي لو البي، لمن افضل؟ منو افضل بينه؟ هسه انت طبيب قاعد بالعياده وجاك دوائين، تمام، هذا الدواء قال لك ليت ماتو، يعني اذا تطعينه مثلا سيرفيتات ليت ماتو هالقد مثلا سمعنا عنه اي، وهذا الدواء الثاني اللي هو دركت تو نسبه الوفاه اللي هي كانت مثلا هذا كان عددها اللي هي بي. زين مثل بي، انت ايش راح تختار للمرضى؟ تطعين نسبه وفيات اعلى اقل؟ تمام، تريد تفيد المريض، تريد تقلل هوني من نسبه الوفيات من الفيتات اللي تريد تقلل منها انت. فعليه بعد ما كمل التيست مع ان اشوف النتيجه مالتي ظهرت بوزيتيف اور نيجاتيف، اذا كانت بوزيتيف وانا السؤال كان يحكي عن الفيتاليتي ريت ان ايش قدر اعمل، لازم اقل اختار ايه الافضل اللي هو عنده اقل. تمام، اقول نعم هناك فرق بيناتهم والافضليه مثلا للبي ضد الاي. لو كان العكس كان عفوا، لو كان العكس سالب راح اقول نعم هناك كان اكو فرق والافضليه لمن؟ الافضليه للاي. صارت واضحه عيني؟ يعني حتى بس ما نتعامل مع السؤال الرياضيات فقط، يعني ما تهمني بس الرياضيات، الرياضيات عن فقط طريقة توصلني إلى فقط معلومة أنا قد أغيده. أنا هدفي قلب السؤال هو هذا، هذا هو قلب السؤال، أريد أجاوب هذا السؤال أنا. تمام، استخدمت طرق إحصائية وطرق رياضية اشتغلنا عليها حتى حصل على إيه على هذا الجواب مأتي، هذا هو كان هذا اللي يهمني. أنا كطبيب ما يهمني الرياضيات، الرياضيات هي عبارة عن يعني مثل ما أنا أقول اريد اصل هدفي، اريد اصل مثلا الى جامعه الموصل. طيب وانا كنت بالجانب الايمن مثلا، كم طريق انا عندي؟ عندي اكثر من طريق، اريد اختار اسهل طريق واحسن طريق يوصلني لهدفي. ما ممكن ان اختار مثلا اروح من الايسر اروح على الايمن، ما حققت الهدف مالتي. لازم انا اجي من الايمن على الايسر واجي بالطريق الصحيح، مثلا من الجزء الثالث، مثلا من الجزء الخامس، الطريق اللي يوصلني مباشره على ايش؟ مباشره مثلا على الجامعه. هذا كان هدفي. تمام، طيب هدفي ان هذا كان هدفي، انا جيت بينه بسياره، جيت بينه بايسكل، جيت بينه مشي، هاي احنا نحكي عليها هذه ما مهمه. اذا هذا اختيار الطرقات مالتي كان هدفي انا، هذا كان هدفي انه انا اريد اشوف اكو هناك فرق بين وهذا الفرق هل هو سيجنيفيكانت اور نوت. تمام، هذا كان هدفي، لكن الطريقه اللي هو قانون الزيت او قانون التي او اي قانون اخر نشتغل عينه هذا كان مالتنا. الرياضيات هي عبارة عن وسيلة، ما هي كانت هدف. هدفي هو هذا، هو هدفي هذا قد أريد أشوفه من السؤال. واضح عيني؟ أنا قد أسخر الستاتستيك أسخره في خدمة الطب ومعلومات، يعني التحقيق تحقق من المعلومات أنا قد أشتغل عليها.
اكو لحد الان اكو سؤال يعني ما واضح؟ نعبر؟ حنزل لكم انا هوم وورك، هذا حكينا عنه، نعم حكينا عنه، هذا حكينا عنه يا بنتي، وهذا هذا حكينا عنه، نعم حنزل لكم هوم وورك انا ان شاء الله على كلاس وتحلون بينه. طيب رابط سجلت حضوركم عيني طلاب؟ نعم دكتور. جزاكم الله خير، ان شاء الله كملنا السؤال او استفسار. دكتور بس إذا خارج المحاضرة نريد نسألك إيش شلون يعني إيش إيش صب نبعث لكم؟ إذا تريدون خارج المحاضرة يعني نعمل ميت ساكت بيناتنا؟ لا يعني أنا عاد أحل أو شيء ما فهمته من المحاضرة أريد أسألك عليه وأنتظر لو أطيق على الكلاس لا أو لا عيني، البروجرام لو لا إيش عيني، شلون؟ على الكلاس، على الكلاس تدزولي أنا أجاوبكم رأسا يا مباشر. دكتور مرة مرتين بعثت يعني ما حد يجاوب. نعم دكتور هسه أتأكد ما يخالف. بداية هذه يعني ساعتها ماكو بداية الفصل الثاني كان يمكن مرة بعثه يعني ما حد جاوب. والله ما أتذكر، على كل ما عندي إشكال ابنينا. أنا إن شاء الله تعالى على الكلاس متابعة معاكم، أي سؤال أي شيء تحبون تسألوا أنا موجود معاكم، تحبون نعمل لكم ميت آخر فقط إجابة على أسئلتكم مثلا ما عندي إشكال. شكرا لك. على رأسي يعني.